اليوم في هذه السابقة إن شاء الله المبروكة أن أكون يعني بكل صراحة معكم مع جميع النواب اللجنة، وكذلك فهمت أن أعضاء المكتب موجودين كذلك اليوم، بكل صراحة وبكل احترام للمبادئ والركائز الدستورية للبلد، ولكن التواصل موجود، النية الصالحة موجودة، نريد التواصل، نريد أن نمشي اليد في اليد، هذا ما نتمناه. أقول أضيف كذلك أن قد نختلف سياسيا في الداخل عن الواجهة، هل نمشي من طريق أو طريق آخر، ولكن أقولها ليس كوزير ولكن أقول كموظف موظف سابق لوزارة الشؤون الخارجية وخبرتي على العالم كله، أن السياسة الخارجية لابد أن تكون نتيجة إجماع أو أكبر إجماع ممكن داخل الوطن. إذا أردنا أن ندافع على بلادنا هناك ميدانين لابد من الإجماع ولابد من يعني لا يمكن أن يكون نزاعات أو لا مبالاة داخل في هذه، هي الخارجية والدفاع، وهما كما تعرفون هما من الميدانين الخاصين بصلاحيات رئيس الجمهورية. هذا ليست وهذا في 99% من اللي معمول به في العالم، يعني السياسة الخارجية والدفاع من صلاحيات وفيه إجماع. يعني نقول وكرر، قد نختلف مثلا، شفت البارح مثلا خاص بالقانون المالية نختلف، وهذا شيء طبيعي وهذا يعبر عن الديمقراطية في داخل البلد، ولكن من المستحسن أن فيما يخص الخارجية والدفاع كل الجزائريين أو أكبر قدر ممكن من الجزائريين، المواطنين الجزائريين وممثليهم والحكومة يمشوا على طريق واحد ونعبر عن موقف واحد. قد يعني ممكن التبادل، هذا مطلوب ومزكي، نزكيه أنا شخصيا، ولكن النتيجة نتكلم بصوت واحد، هذا تمنياتي. الشأن الليبي ورغم التطورات الميدانية الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق، إلا أن بلادنا لا زالت تواصل جهودها لحد اليوم، لحد هذه الساعة، من أجل تخفيف حدة التوتر وإقناع مختلف الأطراف المعنية بأهمية مواصلة مسار الحل السياسي، يعني الحل السلمي، وتساعدها على ذلك الثقة، أقول الثقة الكبيرة التي تحوزها من قبل مختلف الأطراف الليبية. وستواصل بلادنا اتصالاتها وجهودها بشكل متصاعد بالتوازي مع تحسن الظروف الصحية التي تعرفوها حاليا الدولية، من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات، وتنظر في هذا الصدد باهتمام كبير لمختلف المبادرات الليبية الرامية إلى تفعيل المسار السياسي الذي عبرت عنه.